كيفوني كيفوني. هنولع نار شطه. مين يقدر على ابو بطه؟ ابو بطه اسطورتنا. مين بيقدر على ابو بطه وهو بياخد الشاور بتاعه؟ انا حسين ومعايا الضيف بتاعي. اهلا بيكم بضيفك. خدش غدك خدش. لا والله ماليش في العوم، انت وصلت البراميل يعني الغريب كله يعني. محدش يقول الاسطوره لا غطسوه يا رجاله. لا اصل الجاكوزي ده مش ايوه وكده بقى نعرف نتكلم على نظافه. ايه ما تصرفها يا ابو بطل؟ شكل ريحه غريبه قوي. لا طمن، دي ميه معدنيه. ميه معدنيه؟ اه ليفوه. يا ما بتلاقي يا عم كده نعرف نتكلم بمزاج. قول لي بقى مشكلتك ايه؟ مشكلتك مشكلتك انت وصلت كده بقى مشكلتك حلها عندي. وانت على كده عارف طريق العيال؟ ايه بقى سيف، هي ديتها نص ساعة والعيال إن شاء الله هيكونوا معاك. طب وأنت مجرجر معاك على فين كده؟ لا لا مع أبو بطة. بطل تسأل، بطل لوكلوك، تمشي وأنت مغمض. والله أنت شكلك هتضيعنا ولا عارف أي حاجة. إزاي؟ إذا كنت أنا اللي خاطفهم. نعم؟ اطمن، وأنا كمان اللي هرجعهم. يا عم أنت بتقول خاطفهم منين هترجعهم؟ أنت بتشتغلني ولا إيه؟ شوف يا أستاذ، أصل أنا تبت عن الحرام. لا يا راجل، وسرقتك للعيال كان ماتش اعتزال؟ لا، أصل أنا لما تبت حاولت اشتغل بالحلال، ما لقيتش اكل، قلت بقى اللي يطلب مني اي حاجه اسرقها له اسرقها واخد اجرتي وبعدين ابلغ عنه وترجع الحاجه لاصحابها، وبكده يبقى حافظت للناس على حاجتها وكسبت ثواب وخدت لي قرشين وهي مستوره. بقول لك ايه بقى، ما تقلبش على المواجع. الله، يلا يلا عشان نلحق العيال. يلا تعالى يا عم. استنى يا عم استنى، يعني انت عايز تفهمني ان في حد طلب منك تخطف العيال؟ مظبوط. مين؟ وهتفرق معايا ايه؟ ايوه بس انا سمعت الجدع اللي انا خطفت له العيال واداني نفحتهم بيكلم واحد في الموبايل وبيقول له العيال معايا مجدي بيه. يا ابو بط مجدي تعالى عشان نلحق العيال. برضه مفيش حد بيرد. مش هتقدر تغمض عينيك.